الأطعمة التي تتحكم فيها اليهود مثل ماكدونالدز ويدخل فيه في الونة والبراد لا يستحق المال. أولا هذا جهل بالواقع التجاري، فإن مثل هذه المطاعم في كل بلد الذي يديرها أناس من أهل البلد ويملكها أناس من أهل البلد، ولكنهم يأخذون حقوق الاسم ويأخذون الوصفات فقط. فمثلا ماكدونالدز في السعودية هي سعودية خالصة، هي سعودية خالصة، شركة سعودية لا علاقة لها بالشركة التي مثلا في أمريكا، وكذلك في الكويت، وكذلك في مصر، وكذلك في كذا. فالتعميم هذا فيه ظلم للمسلمين، يعني هذه الشركات يعمل فيها مسلمون كثر، وهي أيضا تابعة للبلاد، وبعضها يتبرع كما يتبرع المسلمون في البلاد للمسلمين. فهذه القول بمقاطعتها وكذا، لأن هناك من يحمل هذا الاسم وتبرع لليهود، هذا ما يجوز، هذا ظلم واعتداء على هؤلاء المسلمين. فهذا لا يجوز. نعم يا شيخ.